السلام عليكم، الثامنة من قناة عمان الثقافية، نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة، والبداية مع أبرز العناوين. اختتام أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية، فقه الماء وأحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة. وزارة التراث والثقافة تعلن عن اكتشاف أثري جديد في محافظة مسندم يعود للعصر الحديدي. سلاح الجو السلطاني العماني ينقل مجموعة من أعضاء الجمعية الجيولوجية العمانية لجبل الكور لاستكشاف عدد من الكور. أهلا بكم إلى التفاصيل. رفع المشاركون في ندوة تطور العلوم الفقهية حول فقه الماء وأحكامه الشرعية وآفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة، والتي اختتمت أعمالها بمسقط، رفعوا برقية شكر وعرفان إلى جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، عبروا فيها عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالته السامي على الاهتمام والرعاية السامية من لدن جلالته عزه الله في حفظ الدين ونشر العلم. هذا وصدرت عن الندوة وثيقة حول فقه الماء، كما أوصت الندوة في ختام أعمالها بضرورة المحافظة على المياه وصون مصادرها ووسائلها، إضافة إلى ضرورة تضافر الجهود بين العلماء والجهات المختصة لاستنباط الأحكام الشرعية التي تضمن ديمومة المياه، والدعوة لإنشاء مشروع موسوعي يهدف للحفاظ على الثروة المائية والتصدي للقضايا والمشاكل المائية الكبرى التي تواجه المجتمعات الإنسانية حالياً. كما حثت الندوة على الاستفادة من خبرات الآخرين وبث الوعي بأهمية الماء ومتابعة النتائج العلمية لهذه الندوة وتوسيع نطاق الدراسات المتعلقة بها في إطار 3 فروع أساسية، وهي إشكاليات الماء وأخلاقيات الماء وفقه الماء. رأى ختام أعمال الندوة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. أعلنت وزارة التراث والثقافة عن اكتشاف أثري جديد في ولاية دبا بمحافظة مسندم يعود للعصر الحديدي. وخلال أعمال التنقيب التي تجريها الوزارة مع بعثة إيطالية من جامعة روما في موقع أثري مكتشف عام 2012، عثر على قبر بيضاوي الشكل في المجمع الجنائزي يعود إلى نهاية العصر الحديدي وبداية مراحل ما قبل الإسلام من 100 عام قبل الميلاد إلى 300 ميلادية. وضم هذا القبر رفاة 12 هيكلا عظميا ترافقها الكثير من المقتنيات الجنائزية التي شملت أواني حجرية وبرونزية وسيوفا وسهاما حديدية وحلي فضية وذهبية محلية ومستوردة من الحضارات المجاورة. إلى محافظة الظاهرة، حيث قام سلاح الجو السلطاني العماني بنقل مجموعة من أعضاء الجمعية الجيولوجية العمانية إلى جبل الكور لاستكشاف عدد من الكهوف. تأتي هذه المهمة في إطار الأدوار الوطنية التي يقوم بها سلاح الجو السلطاني العماني والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية. إن مستوى الجاهزية العالية والكفاءة والإمكانات التي يتمتع بها منتسب سلاح الجو السلطاني العماني مكنه من تقديم خدمات مهمة للمجتمع وإسهامات تنموية متعددة. في إطار المهام التي يطلع فيها سلاح الجو السلطان العماني في مجال الخدمات المجتمعية والأدوار الوطنية، ينفذ السلاح متمثلا بالطائرات العمودية عدة مهام، منها نقل المواني إلى المناطق الجبلية، نقل الكادر الطبي وعمليات البحث والإنقاذ. كما يقوم الطاقم الجوي اليوم بنقل مجموعة من الجمعية العمانية الجيولوجية لاستكشاف كهوف في مناطق مختلفة بجبل الكور. وفي هذا الإطار، وضمن الأدوار التنموية والمساهمات المتنوعة التي يقوم بها السلاح، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني بنقل مجموعة من أعضاء الجمعية الجيولوجية العمانية وفريق الشرق الأوسط لاستكشاف الكهوف إلى جبل الكور والواقع بين ولاية عبري وولاية بهلاء. فريق العمان استكشاف الكهوف وفريق الشرق الأوسط لاستكشاف الكهوف استكشف 3 كهوف مختلفة في هذه المنطقة، كهف دار صفي وكهف عين القدور
أما الكهف الأعمق والأكبر في هذه المنطقة هو كهف الجناح الذي يصل إلى مئات الأمتار في باطن الأرض، وبدون شك هو بيكون أعمق كهف في السلطنة وربما الأعمق في المنطقة أيضا. اليوم قمنا بزيارة لجبل الكور، نشكر سلاح القوى لتوفير المساعدة لحمل الأغراض لصعوبة تسلق هذه الجبال بكل العدة التسلق، نشكرهم لدعمهم المستمر. الرحلة تأتي ضمن البرنامج المعد من قبل الجمعية الجيولوجية العمانية بهدف توثيق الكهوف في السلطنة وحصرها. إن تحقيق الكفاءة والجاهزية العالية للسلاح الجو السلطاني العماني مكنته من تنفيذ مهامه وأدواره الوطنية والتنموية في كل الأحوال والظروف. النقيب محمد بن سعيد الحسني من الجانب الغربي لجبل الكور التابع لولاية عبري. نظم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم التابع لديوان البلاط السلطاني أمسية شعرية للشعر النبطي ابتهاجا بالعيد الوطني 49. شارك في الأمسية التي أقيمت بقاعة جمعية المرأة العمانية بخصب عدد من شعراء السلطنة الذين قدموا قصائد شعرية وشلات وطنية تغنت بحب الوطن والقائد المفدى. تناثر عبير الكلمات في ليلة رائعة من ليالي عمان المميزة، وتمازجت مع رائحة العود ونغمات فن الرواح الجميل تلك الكلمات التي كان الوفاء والولاء فيها حاضرا للوطن وقائده. أمسية احتضنتها قاعة مسرح جمعية المرأة العمانية بخصب في أمسية شعرية نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. ولنا في العروبة كلمة ما تعرف اللين على كل خشم يصفر الخبث ويشمه، ولنا في الخليج يدين وقفاتنا بتبين إذا دلهمت سود النوايب على غمة ترانا عمانيين ما نعرف التلوين، لنا وجه واحد يعجز العايب يذمه، ولنا موقف ثابت مع الدين وأهل الدين وحنا أهله من فجر الإسلام وتمه. الحقيقة هذه أمسية رائعة كما شاهدناها من ثلة من الشعراء أو النجوم إن صح التعبير في بلدنا الحبيب عمان، أتوا إلى هذه المحافظة العريقة كي يشاركوا أبنائها فرحتهم بالعيد الوطني المجيد في حب هذا الوطن وحب قائد هذه النهضة المباركة. الأمسية الوطنية التي أقيمت ابتهاجا بالعيد الوطني 49 المجيد شارك فيها كوكبة من فرسان الشعر، منهم الشاعر حمود بن وهق اليحيائي وفيصل الفارسي وحسن المعمري ومحمد البادي، والذين قدموا عددا من القصائد من الشعر الشعبي والنبطي، وكذلك فن الشلات كان حاضرا في الأمسية التي تغنت بحب الوطن والقائد وبالمناسبة الغالية على قلوب كل العمانيين. كما لم تخلو الأمسية من بعض القصائد الغزلية وسط تفاعل من الجمهور عشاق الشعر. كانت أمسية يعني مفعمة بالوطنية، مفعمة بالحب، بالتفاعل. جمهور يعني كان فعلا يعني ذويق شعر، استمتعنا احنا قبل لهم يستمتعوا يعني بالأداء وبالشعر. الحمد لله رب العالمين. يعني ربما قد تكون هذه أمسيتي الثانية في خصب، ولكن يعني من أجمل الأمسيات اللي أقمتها، وإن شاء الله نتمنى أنها تتكرر مثل هالفعاليات. دامنا بالعلم نتسلح طبيعي صورة الشعب العماني متشوه السماحة والرزانة والأمانة والتسامح والمحبة والأخوة المبادئ ما تيب يوم وليلة، ولو جدت في شعب يتزايد غلوه ظلت العالم ونحنا اهتدينا ولا نفع من ضل يا ليته لوه. في ختام القول أنا عندي رسالة أيها العالم، فقط حبيت أنوه فرق ما بين العداوة والتآخي، العداوة ضعف والإخاء قوة. تأتي هذه الأمسية ضمن برامج وفعاليات المركز في عدد من محافظات السلطنة، حيث سيتم تنظيم أمسية مماثلة في محافظة البريمي في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفعاليات أخرى في عدد من المجالات وفي محافظات أخرى. أوقات جميلة وممتعة عاشها جمهور هذه الأمسية بين جنبات هذه القاعة التي امتلأت بكلمات الحب والوفاء والعرفان للوطن وقائده. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. صور ثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل.
طائرات الدرون تعانق سماء الصين احتفالا بمهرجان الديك الذهبي والمئة وردة السينمائي. بكم مجددا. أتاح معرض روسي الفرصة لزواره للجلوس على عرش من النقود خلال تقديم هذا العمل الفني الذي أطلق عليه اسم إكستين مونيثرون. أتاح معرض روسي الفرصة لزواره للجلوس على عرش من النقود خلال تقديم هذا العمل الفني الذي أطلق عليه إكستين مونيثرون. هذه القطعة الفنية المحشوة برزم من النقود تبلغ مليون دولار ومغلفة بطبقة من الزجاج المضاد للرصاص وصممت على شكل عرش، هي نتاج تعاون بين الفنان الروسي أليكسي سيرجينكو ورجل الأعمال الروسي إيغور ريباكوف. ووفقا لصانعيها فإن الهدف من العمل الفني الذي يبلغ وزنه نصف طن هو منح الفرصة للآخرين بالشعور بطاقة المال وتجيعهم على كسبه. وسيعرض عرش المال للعامة في متحف المشاعر بالعاصمة الروسية وسط حراسة أمنية مشددة. وذاع صيت سيرجينكو في عام 2012 من خلال سلسلة لوحاته الفنية التي خصصها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما ريباكوف فهو شريك في شركة تكنونيكول وأحد مؤسسي صندوق ريباكوف، وفي عام 2018 ظهر في قائمة فوربس لأغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو مليار ومئتي مليون دولار. رحاب علاء، رويترز. ونبقى في روسيا، فإذا كان فن طهي الطعام معروفا للجميع فقد خرج فنان روسي عن المعهود وقام بتوظيف الطعام لصنع فنه. نتابع. إذا كان فن طهي الطعام معروفاً للجميع فقد خرج فنان روسي عن المعهود وقام بتوظيف الطعام لصنع فنه. فنان الشارع الروسي المجهول الذي يعرف باسم زوم كشف النقاب عن هذه اللوحة الكبيرة التي تمثل وجه سيدة بعد أن صنعها بالكامل من قطع الخبز المحمص، وبالتحديد من 40,000 قطعة من مكعبات الخبز المحمص، وعرضها داخل مقهى يقدم مأكولات خفيفة في العاصمة الروسية موسكو. اللوحة المربعة التي يبلغ قطرها 3 أمتار استغرق صنعها شهراً ونصف الشهر، وتعتمد على فن رسم الأشخاص بطريقة الصور النقطية. وأبدى زوار المقهى سعادتهم بعدما أدركوا أن اللوحة مصنوعة من قطع حقيقية من الخبز المحمص. إنها قطعة فنية غير عادية، أكثر ما أعجبني فيها أنها مصنوعة من الخبز المحمص. إنها المرة الأولى التي أرى فيها شيئاً كهذا. إنها صورة نقطية جميلة، حقا تبدو غير عادية وتجذب الانتباه. وشرحت مهندسة الديكور الخاصة بالمقهى تاتيانا ريدينا الطريقة التي اتبعها الفنان الروسي في صناعة اللوحة، قائلة إنه قام بتقطيع الخبز وتحميصه إلى أن اكتسى باللون المطلوب قبل أن يقوم بتجميع أجزاء اللوحة على مدار 3 أسابيع. لكن الشيء الوحيد الذي تخشاه إدارة المقهى هو أن يقوم الزبائن بالتقاط قطع من الخبز المحمص الذي تتألف منه هذه اللوحة الرائعة. خالد حسين، رويترز. يعد مهرجان الديك الذهبي والمئة وردة للأفلام السينمائية من أضخم الفعاليات الثقافية في الصين، وتستضيف مدينة تشايامان الصينية الدورة 28 لهذا المهرجان،
مختلفة بل محتفلة بذلك عبر عرض مبهر لطائرات الدرونز. ألف ومئتان من طائرات الدرونز عانقت السماء في مدينة تشامن الصينية احتفاء بالدورة 28 لمهرجان الديك الذهبي والمئة وردة للأفلام السينمائية. تناغم معراج طائرات الدرونز مع أغنيات وطنية رددها 150 طالباً على وقع أنغام عزفت ب200 بيانو افترشت الشاطئ، واتخذت الطائرات صوراً عديدة تسلب الألباب كمالك الحزين والدلافين وديك ذهبي في رمزية للمهرجان السينمائي. امتازت اللوحات التي رسمتها طائرات الدرونز من سيابية أنيقة في التحول من صورة إلى أخرى، مثيرة حماس ودهشة الجمهور. اللوحات جميعها تعطي بعداً ثلاثياً للرؤية، والطائرات تتحرك بديناميكية وجمالية رائعة. انطلق مهرجان الديك الذهبي والمئة وردة لأول مرة عام 1992، ويعد من أضخم المهرجانات السينمائية وأكثرها تأثيراً في القارة الآسيوية. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه عادة لأبرز العناوين. اختتام أعمال ندوة تطور العلوم الفقهية، فقه الماء وأحكامه الشرعية وأفاقه الحضارية وقضاياه المعاصرة. وزارة التراث والثقافة تعلن عن اكتشاف أثري جديد في محافظة مسندم يعود للعصر الحديدي. سلاح الجو السلطاني العماني ينقل مجموعة من أعضاء الجمعية الجيولوجية العمانية لجبل الكور لاستكشاف عدد من الكهوف. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. كونوا دائما بخير، في أمان الله.